ابو السعود ضربه ركنيه في بدايه الدقيقه 44 ومحاولات زملكاويه يا ساده لادراك هدف قبل نهايه الشوط. لعبت على جول جول كوفي يا كوفي يحطها في الجول البوركيني وسجده الشكر لله. مش ممكن يجي الحل منين؟ من محمد كوفي مع متابعه الضربه الركنيه وكاني شايفها وبقول ايمن لعبها حلوه ومايوكا لعبها بقلشة وكوفي تابعها في تواجد في المساحه الخاليه. عمر جابر فرصه تاني فرصه تاني الحفني حفني حفني يا ولد يا ولد مشيت سقوط تاني جول جول ايمانويل مايوكا. مش ممكن مايوكا ايمن حفني يا سادة. لا 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 ايمن حفني ده من كوكب تاني لعيب من كوكب تاني لف ودار وخد الناس في ظهره ولكفت الناس معاه. لا لا ايمن حفني ده ايمن حفني ده لعيب ايه ده ايه ده بيعمل ايه الراجل ده مشى وخد الناس وادي مايوكا وظهره للجول بلياردو تضرب في القايم والزمالك يشعلها في اللحظات الاخيره يا ساده ببركان وضغط هجومي شرس وحفني زي ما كان سبب في الجول الاول من الركنيه يتسبب في الهدف الثاني وايمانويل مايوكا في مرمى مصر المقص. هذه العرضيه الركنيه داخل المنطقه في منطقه الخطوره عملها مايوكا عملها 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 محمد كوفي محمد كوفي يا سلام يا سلام هو ده الكلام. محمد كوفي شوف اللعبه مره تانية ادي اللعبه وادي عملها مايوكا وسددها محمد كوفي وحاوي الحاوي داخل المنطقه ادي اللمسه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد الثاني 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 يا سلام يا سلام هو ده الكلام يا سلام يا سلام هو ده الكلام وهو ده ايمانويل تانية على التوالي بيسجل ايمانويل مايوكا هدفه الثالث هذا الموسم. شوف اللمسه الحلوه شوف الحاوي ومهاراته شوف الحاوي وقدراته شوف الاستلام من مايوكا.